الفندق العام الماضي، قال لهم غيروا لي الفندق، ممكن يخسر اليوم لاجل اللقب والهدف الاطران. يمشي بالترويج يحاول يهرب، يداخل قال لكاسيل ويغلق خطيره واحده وثانيه وضرب جزاء للمرنجي فمشكله سياس والدير الالماني والبرازيلي يمشي يحط الكره تعادل سياس والدير الالماني والبرازيلي يمشي يحط الكره تعادل يلعب الكرة عن طريق اليمين يا ماري شوت كرة حلوة مش معقول الهدف الثاني الكلوار يمشي في الرواق يلعب عرضية خطيرة وهدف التعادل المرنجي